يها برا، ولا مثلا ان الكود يتغير والدوكيومنتيشن ما يتغير. مجرد الكود يتغير وش فيه الدوكيومنتيشن هذا؟ تول فيل. تمام. طيب هذا تقريبا بشكل عام. انا صعب معنا وقت ندخل بالتفاصيل، بس انت فهم الفكره بشكل عام، والتفاصيل تروح تشوف لك واحد توتوريال على كوكمبر مثلا كيف يشتغل. بالمناسبه اظن في كوكمبر الجافا، فتقدر تشغل كوكمبر الجافا، تقدر تشغل اكثر من لغه وليست فقط روبي وريلز. بسيط دكتور، كتبت ان الفيوتشر اضيفه للبوكس صح؟ الفيتشر اي كان على البوكس الفيوتشر صح؟ تمام. احتمالية ممكن أضيفها صح؟ قلت عندي 6 أسابيع بعدين ما أقدر أضيف الكتاب، ما كان عندنا الخاصية هذه. في الباك اب إيه؟ طيب أوكي. إيه عادي عندك مشكلة. هذا وصف، هذا وصف بس. لا شوف، إحنا طبعًا المثال ممكن يكون فيه أخطاء، يعني يقصد إنه الوصف هنا ما يكون دقيق 100%. صراحة المثال ويكيم أب المثال خلال يومين يعني زين، فما هو 100%، لكن الميزة إنه it will fail. هنا الميزة، شوف الآن أنت الحين قلت إنه في تريلو مكتوب في ده، لو عندك 100 فيتشر ما راح تنتبه الأشياء هذه. فميزة إنه مكتوب هنا إنك ضامن إنه الأشياء هذه شو اسمه راح تتنفذ. تمام، واضحة لك الفكرة. إيه والاختلاف اللي موجود والله ما أدري صراحة، ما انتبهت له يعني الاختلاف. طيب عشان تكون واضحة صورة، أنت الأجايل الآن لايف سايكل للسبرنت أو البيس تيستينج بعدين كودينج، ولا تيستينج كودينج بعدين؟ لا ممكن توري سلايد دقيقة بس عشان ما دام لها سأل. طيب هذا باختصار اللايف سايكل زين. أول شيء تكتب الكوكمبر مضبوط، طبعا تسوي لها رن تول فيل صح ولا لا زين. بعد كذا تبدأ تكتب اليونت تيست، طبعا هنا تكتب مثلا 1 تيست في الكوكمبر 1 ستيب زين، أو 1 سيناريو، هنا تكتب له كذا يونت تيست. تمام، اليونت تيست والفيل، كل واحدة من اليونت تيست هذه تكتب الكود زين، ويسمونه ريد جرين ريفاكتور. ايش معنى ريد جرين في ريفاكتور؟ تكتب التست هذا اللي هنا مضبوط، بعدين تكتب اقل قدر من الكود عشان التست باس. واضح؟ هذا ريد جرين، صار عندك جرين باس. بعدين اذا عندك وقت تسوي ايش؟ ريفاكتورينج مضبوط. ريفاكتورينج هو نقدر نقول انه علم تغيير الكود، واضح، عشان يصير افضل، عشان الستركشر حق الكود يصير افضل، فهو علم بحد ذاته الريفاكتورينج. بس ما زال نفس البيهيفير. شلون؟ ما زال نفس البيهيفير، اهم شيء ما يطلع عن اكيد اكيد إيه اكيد اكيد. لكن مثلا انت مثلا لقيت والله كود مشترك بين الميثود هذه والميثود هذه زين، فيو ريفاكتورينج ثيرد ميثود، فعندك ميثود هذه وهذه وتطلع ميثود جديده الكود المشترك، عشان بعدين ما تجي تغير في هذه وهذه كلها. واضح؟ هذا كود مشترك فمفروض تحطه في ميثود لوحده، فهذا از ريفاكتورينج، فيري سمبل ريفاكتورينج. عندك فيريبل تبغى تغير اسمه، هذا ريفاكتورينج. تمام، فهذه كله يسمى ريفاكتورينج. ففي الاجايل في كتب، بالمناسبه في كتب كامله على الريفاكتورينج، كيف الفن الريفاكتورينج هذا او الساينس حق الريفاكتورينج مضبوط، هو جزء مهم جدا في الاجايل. في الاجايل لابد تكون قوي في الريفاكتورينج، لانه الكود يتغير باستمرار. فاذا ما انت قادر انك تغير الستركشر حق الكود حقك، الستركشر حق الداتا موديل حقك مضبوط، وما يتبعه من التغير في ايش؟ في الداتابيز صح؟ الداتا السابقه، لما تتغير الداتا السابقه مضبوط، هذا شيء ما هو سهل ترى، ولكن تحتاجه كثيرا في الـ في الـ في الـ من من, من السكيلز اللي تحتاجها بقوه في الاجايل. واضحه؟ فاذا ريد جرين وريفاكتور اذا كنت تحتاج ومعك وقت تو ريفاكتور الكود. واضح السايكل؟ طيب خلينا نجي الآن للشو بارت، خلينا نشغل الآن نشوف الكيوكمبر بارسر اللي هو الجيركن وش يقول لنا الآن في الابليكيشن اللي الآن ما فيه لا نيم فيلد ولا فيه كاتيجوري ولا فيه بيجز ولا فيه راوت ولا فيه أي شيء.
طبعا عشان تشغل شغل اللي هي دوت فيتشر فايل، دوت فيتشر بيسوي كول ستيبس. وش قال الان؟ قال عندي زيرو سيناريو، زيرو ستيبس، ما عندي اي شيء. ممتاز. الان نروح للخطوه اللي بعدها اللي هو كرييشن، الكرييشن ستيبس. طبعاً هنا الفيتشرز راح تكون زي ما قلنا عندنا steps definitions، وعندنا الآن create library.rb، وعندنا الآن هذه steps. ممكن تقدر تشرحها steps. طيب هذه طبعاً الـ زي ما شفنا الآن الفيتشر زي ما ذكرنا قلنا given I'm on create library page، هذه ما فيها أي actions على البراوزر، لكن الآن صار عندي ستيبس قسمتها الى اكشنز، يصير لها كول للبراوزر وتشوف تعمل لي هل تشيك هل هذه الجيفن اوكيرز اور نوت. فعندي الان فيزيت نيو لايبرري باث، بنشوف الان بعد شوي الباثز في ريلز، فكان يقول الان شيك هل الباث هذا نيو لايبرري باث موجود او لا. ومشينا في السيناريوز الان، قلت له وين اي فيل اوت ذا فورم وذ ذا فولوينج اتريبيوتس دو تيبل. قمت الآن مسكت الهاش تيبل اللي سويناه في الفيتشر وعبينا فيه تقريبا البيانات اللي هي هذه الكرايتيريا تيبل دوت دو، عبينا فيها الفيلد الأول والفيلد الثاني، وعملنا الآن وين اي كليك ذا، وعطاك الآن هنا سيجنال. هذا السيجنال وش يقوم يسوي لها سبستيوشن فيه؟ يروح للفيتشر فايلز يشوف اسم البتن في الفيتشر ويعمل سبستيوشن معاه هنا. واخر ذن قلت I should see library was successfully created page expected to have. طبعا هذا كود جيركن، طبعا جيركن لانجوج هي بارسر لل اكشن لانجوج ويب سيرفيسز او في الويب ابلكيشنز، وتشتغل اكثر من لغه ما هي فقط على روبي او على ريلز. فممكن لو تخش جيركن جيركن ايوه جيركن بارسر. انا بسوي شير لل التكنيكال سلايدز فيها موجوده من هذه. بس ملاحظه انه هذا الان سيناريو واضح لكم صح؟ هذا هذا كود روبي مضبوط، هذا فعليا يتنفذ. هنا التريك ان احنا لو ترجع شوي الفيتشر، بس هنا الان احنا كتبنا كود باللغه صح؟ لكن التريك اللي عملوها كوكمبر والابداع في كوكمبر مضبوط انه جاء واستغل لك الريجولار اكسبريشنز. اذا كنت تعرفون الريجولار اكسبريشنز، فهو يجي يقول لك انا اكتب جيفن بعدين اللي قدامي هذا ابغى اروح اسوي له ماتش يقول لك اكسبريشن هنا، بس عشان الواحد اللي بيعرف كيف كوكمبر يشتغل كيف يسوي الماجيك هذا زي ما يقول. لو تروح للروبي الملف الروبي هنا هذا ريجولار اكسبريشن، لاحظ هذا الجيفن، فهو يقارن هذاك هنا يعرف انه بس هذا الجزء هو اللي يتنفذ مقابل الكلام المكتوب هنا. واضحه الفكره؟ واضحه لكم يا شباب؟ طيب ها؟ اي فكره كوكمبر بالذات يعني صراحه تول من اكثر التولز المبدعه اللي ابدعوا فيها. طبعا هنا نتكلم عن كواليتي زين، وللاسف في السوق السعودي الكواليتي جدا جدا ضعيف جدا ضعيف، ليس في السوفت وير فقط يعني في معظم البروجكتس لكن بالذات في السوفت وير زين. فهنا احنا نتكلم عن كواليتي، هل فعليا تبي تقدر تكتب تيست دريفن ديفلوبمنت بالطريقه هذه؟ ما لا يدرك وجل ولا يترك، يعني على الاقل تحاول قدر الامكان انك تكتب تيست للكود الموجود. تمام؟ دكتور امشي سلايدين بس قدام بشوف الكيكمبر بس في مشكله. طيب ممكن الباكج ما حملنا كامل فبتاكد. ما شاء الله. بس تقدر تشوف الحين انت هنا؟ لا. طيب
يصير مختبر الكوبي بيس. لا صح ما فيها مشكلة. طيب وش أقول لك هو المشكلة؟ ما حصل الفيتشر فايل. ما ترى هو كان عطاك إيرور بالفيتشر قبل شوي. لا. قال إنه زيرو سيناريو. متأكد إنه شلون؟ وش أقول لك هو؟ إنه زيرو سيناريو زيرو ستيبس. نجرب سوا مرة ثانية شوف بس متأكد. سوي لس بس تأكد انه موجود. سكيوزن ريك ريك غريب ما مايجريت مشكلة بطيئة النت جدا. انا اتوقع انه ما حمل الباكجز كاملة. طيب تبغى تدخل بالكود حق روبي وننجز هذه يعني ما في مشكله. ترى الوقت بدا يمشي شوي. بس بشوف هذا سويت ميجريشن من جديد اذا سوت ولا الباكجز ما اتوقع انها تحملت. ما سوى ما حمل اللايبرري حقت كيوكمبر. طيب خلي كيوكمبر فورجيت ات ما يمدي ما يمدي ما يمدي ما يمدي. طيب شو اسمه جرب بس تسوي امبلمنتيشن فيتشر ولا شيء بس اذا كان في امكانيه نفس الفيتشر فورجيت ات فورجيت ات. اوكي خلاص جرب بس الفيتشر بس تسوي لا تسوي له ديبلوي ابسط فيتشر ممكن يعني لكن خلينا نشوف الفيتشرز اللي انا مسويها ورجعت. اوكي طيب المشكله للاسف انه الكيوكمبر نفس التولز ما تحملت كامله ففي ملفات كثيره انقصت بالنسبه للداونلود ظهر صار فيه شورت في الداونلود. طيب طيب احنا الان نبي ننتقل مباشره للامبلمنتيشن اللي فيه ويل سكيب التست بسبب يعني المشكله موجوده مشكله الكونكشن يعني صراحه قتلنا قاتل يعني لعل ان شاء الله يكون في فرصه ثانيه نعيدها مره ثانيه اوعدكم باجي قبل يوم يعني تاكد زين متاكد انه 100% في كونكشن يعني كان المفروض يصير في بالي بس عاد صار في يعني. طبعا بنحاول نسوي فيتشرز بسيطه ونشوف الاخطاء اللي بتطلع لنا ممكن الكيوكمبر تكون قبل يعني متنبأ فيها عن طريق مانوالي تراكنج بنسوي لها مانوالي يعني بنشوفها اول باول. طيب الان عندي هذه الصفحه اللي هي الرئيسيه للروبي اون ريلز لكن ما عندي الان اي راوت وجربنا الان قلنا في قبل شوي كانت جيفن انه بيروح الراوت فيزيت راوت الحين بنشوف هل موجود عندي راوت او لا. لو مثلا حطيت هنا مثلا ابغى اشيك واشوف الراوتس اللي موجوده وابغى اسوي انيشلايزيشن الراوت جديده
قال لي الآن عندي ما في أي تراوت، ما عندي بات، ما عندي كنترولر، ما عندي أكشنز. خلنا نبدأ الآن نسوي كنترولر راوت وكنترولر وفيو ونشوف المودلز الأخير إن شاء الله. الآن تبدأ بالإمبلمنتيشن للفيتشر. زين، طبعا أول شيء تحط الراوت ليش؟ عشان اليوزر إذا جاء وكتب اليو ار ال فوق أو ضغط على اليو ار ال روبي تعرف وين تودي. هذا فكرة الراوت، تمام؟ وهي مبنية على الريستفول شو اسمه أبليكيشنز. إذا كنتوا تعرفون الريست شو اسمه الريست بروتوكولز، تمام؟ طبعا تلاحظ الان عندي هنا روت راوت ملف جاء كاملا كله كوميتد، ما في اي شيء يعني اكشن. نبغى الان نستخدم مثلا الروت، نبغى الان نعمل صفحه اسمها ويلكم، ممتاز، وفيها اكشن او ميثود، بعض يسمونها يعني ميثود، اللي هي اندكس. طبعا هنا عندي الكنترول اللي هو ويلكم هو كلاس، والاندكس هو ميثود جوا الكلاس. وين الكلاس سم؟ ما كتبها الان. الان بس نبغى نسوي طريق، نبغى نسوي الان راوت للكلاس اللي هو الكنترولر والميثود الموجوده. نبغى نشيك الان، قلنا اسم الكنترولر ويلكم هوم. طيب هو طبعا حطيت راوت يعني ما، فقال لك الان ان انيشلايز ويلكم كنترولر. الايرور اللي قبل شوي وش كان؟ نرجع باك، قال لك نو راوت ماتشز، او اللي قبله مثلا